كابتن ابراهيم منورنا ومشرفنا في قناه الاهلي، اعتقد دي اول مره داخل قناه الاهلي. ربنا يخليك. طبعا يعني دي اول مره وانا سعيد ان انا موجود في البيت الكبير الجمهوريه داخل الجمهوريه النادي الاهلي. الله يكرمك. عايز ابدا معاك الحديث من ورا شويه، ما الذي حدث وازاي بقيت ملهم في العالم للتنس طاوله؟ هي البدايه كانت الحمد لله رب العالمين، كانت يعني هي كانت عباره عن العزيمه كانت موجوده من اول يوم، كانت البدايه ان خليك في حاجه تقدر تعملها، والحمد لله رب العالمين كان انا اثبتت لنفسي الاول واثبتت للناس اللي كانت بتقول خليك في حاجه تقدر تعملها ان انا اقدر وقدرت الحمد لله، وبقيت النهارده يمكن محط انظار العالم كله بالنسبه للعب التنس الطاوله. يعني معلش انا لازم اخش في الحديث، حصل حادثه مش هخش في التفاصيل. تمام. بعد ما حصل ازاي فكرت تحط مضرب التنس طاوله في بقك وتلعب بيه؟ الناس عايزه تعرف ده، لازم نقول ده للناس، لازم نوضح ده للناس. هي كانت البدايه كانت طبعا حادثه في 83، كانت حادثه قطر. كويس. نتج عنها باتري في الذراعين. بعد كده يعني كنت من الوقت الفاضي كنت بروح اتردد على مركز شباب عندنا في البلد. فكان في مركز شباب كفر سعد، كفر سعد البلد، تنس طاوله، وفي الملعب اللي هو جنب المركز شباب كره قدم.